احنا لسه مع النادي الاهلي، ولكن في العاب الاخر اكتر. هنروح النمسا الاول، نروح النمسا الاول لزميلنا فاروق صلاح اللي قايم بمجهود كبير جدا هو وفريق عمل قناه النادي الاهلي. الحقيقه يعني دايما مشرفينا ودايما بيقوموا باعلى مجهود. وخلونا نروح لفاروق. فاروق معانا اهو على الشاشه. اهلا بيك يا فاروق على شاشه قناه النادي الاهلي، بيتك. برحب بيك يا عبد الرحمن، ودايما متالق، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاول قول لي ايه الجديد عندك النهارده في اليوم في النمسا عن معسكر النادي الاهلي؟ حطني في الصوره معاك يعني. يعني خليني اقول لك يا عبد الرحمن، يعني احنا خليني اقول لك في البدايه، احنا منذ دقائق كانت انتهت المباراه الوديه اللي كان عملها مستر كولر ما بين فريقين من لاعبي النادي الاهلي، فريق بالزي الاحمر وفريق بالرداء الاسود. مباراه طبعا طغى عليها الحماس عند اللاعبين، فيها امور كتير جدا فنيه اللي احنا نتكلم عليها، وخاصه يعني ان في لعيبه جديده وفد على النادي الاهلي النهارده، خلاص بتقدر من خلال المباراه الوديه تحدد مدى تاقلمهم في هذه المباراه. لكن اقول لك ان المباراه انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. كان تقدم للفريق الاحمر حسين الشحات في شوط اللقاء الاول، ثم اهدر علي معلول او تصدى، يعني نقول تصدى مصطفى شوبير لركله جزاء للفريق الاحمر من علي معلول في شوط اللقاء الثاني، وادرك هدف التعادل للفريق اللي لابس الزي الاسود صلاح محسن، عشان تنتهي المباراه بتعادل ايجابي لكل فريق. زي ما قلت لك يا عبد الرحمن، في نقاط كتير جدا نقدر يعني نتكلم عليها. طبعا تجربه مهمه جدا، يعني المستر مارسيل كولر عمل تجربه من فريقين، فريق طبعا في حراسه المرمى الفريق الاحمر كان الكابتن محمد الشناوي، ثم الفريق الاسود كان مصطفى شوبير. طبعا بيجرب بعض العناصر في خط الدفاع، بنشوف يعني ثنائيه ما بين محمود متولي ومحمد عبد المنعم، الجانب الاخر بيكون محمد ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ثم دفع باللاعب معتز محمد اللاعب الناشئ اللي اثبت كفاءه. بنشوف في مركز الظهير الايمن بيدفع وبيجرب مستر كولر محمد فخري، في الفريق الثاني بيلعب بمحمد هاني، كريم الديبيس في الظهير الايسر، بيكون علي معلول في الفريق الاخر في مركز الظهير الايسر. منتصف الملعب بنشوف ثنائيه ما بين احمد نبيل كوكا واليو ديانج، بنشوف يعني لاول مره بقى وعوده بعد غياب اللاعب كريم نيدفيد، وثنائيه مع مروان عطيه. طبعا رضا سليم النهارده بنشوفه، بنشوف محمد كريستو، بنشوف صلاح محسن، عناصر كتير جدا مهمه جدا لمستر مارسيل كولر. يعني من الامور اللي انت تقدر تقول عليها عبد الرحمن النهارده، رضا سليم خلاص دخل في الاجواء، خامه مبشره جدا، بطمنك خامه مبشره جدا، وهيكون واحد من مكاسب النادي الاهلي. تالق كبير جدا من طاهر اللي شايفه في فورمه، يعني بادئ الموسم ما شاء الله بفورمه ممتازه جدا، قفشه بقى واسيستاته، ويعني عمل اكتر من باص لقى استحسان الجميع، واحد من اللعيبه اللي ادت مباراه كبيره النهارده محمد اللاعب محمد مجدي قفشه. ايضا بتشوف يعني زي ما قلنا حسين الشحات، كهربا، صلاح محسن، كل اللاعبين النهارده تقدر تقول يعني المنافسه السنه دي هتكون صعبه جدا ما بين كل اللاعبين في مختلف كل المراكز يا عبد الرحمن. طيب خليني بس اقول لك ان احنا شفنا دلوقتي معانا على الشاشه بعض الجماهير اللي كانت متواجده في تمرين امس تقريبا، في التمرين وتصوروا مع اللعيبه، وكان في ناس جايه، عرفنا ان هم جايين من هولندا وناس جايه من كل حته في اوروبا تقريبا عشان تشاهد تدريبات النادي الاهلي. خليني اقول لي كده، حطني معاك في المشهد ده وقول لي ازاي مستر كولر سمح للجمهور ان هو يبقى موجود، اللعيبه استقبلت الجمهور ازاي، هل كان في هتافات من الجمهور للعيبه، مطالبات بان هم يكملوا البطولات، الكلام ده كله، احكي لي كده على اليوم يعني. خليني اقول لك عبد الرحمن، يعني منذ قدومنا هنا الى النمسا وبالتحديد فيينا، كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي وفد كبير جدا من افراد الجاليه المصريه الموجوده هنا في النمسا، في ناس كتير جايه من كل الاماكن هنا في النمسا، في بعض الجماهير القادمه من هولندا، في ناس جايه من لندن، في ناس جايه من بلجيكا، في ناس جايه من سلوفينيا، الجميع بيتوافد من اجل يعني التقاط الصور التذكاريه مع لاعب النادي الاهلي. كان ليا حديث مع بعض الجماهير المصريه، قال لك احنا بندور على اي مكان يكون فيه ريحه النادي الاهلي، احنا بنعتز بالنادي الاهلي. واتكلموا طبعا منهم اللي كان متواجد هنا في النمسا اثناء تولي مستر كولر للقياده الفنيه لمنتخب النمسا، واشادوا بالمكان اللي بيقيم فيه النادي الاهلي، وان هذا المنتجع كان مخصص لمنتخب النمسا، وان مستر كولر بيقول للجماهير هنا في النمسا شوفوا بعد منتخب النمسا انا بدرب مين باسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي. الجماهير دايما موجوده في التدريبات، موجوده يعني بهتفها بتشجيعها،
بحماسهم مع اللاعبين دايما. انت عارف يا عبد الرحمن جمهور النادي الاهلي وانت واقف على منصه التتويج بيطالبك بالبطوله اللي بعد كده، بيطالبك بالبطوله القادمه، بيطالبك بالفوز، والامر ده يعني قد ما هو بيشكل ضغط على اللاعبين لكن بيولد دوافع كبيره جدا للاعبين. هتاف اللاعبين او هتاف الجمهور للاعبين مستنيين منكم بطوله السوبر، السوبر يا اهلي كان يعني يعني الهتاف الرئيسي للجماهير وبعض افراد الجاليه المصريه سواء في التدريب الصباحي اليوم او في هذه المباراه الوديه اللي خاضها مستر كولر بفريقين من اللاعبين، وايضا كان هتافهم لدى وصولنا الى مطار فيينا هتاف مهم جدا. جمهور النادي الاهلي دايما موجود في الموعد. اعتقد يا عبد الرحمن كلمه السر دايما في تاريخ النادي الاهلي وبطولاته هو جمهور النادي الاهلي. طبعا معك حق فاروق، جمهور النادي الاهلي، والجميل ان جمهور النادي الاهلي في اي حته النادي الاهلي متواجد فيها، ودي من نجاحات اي مكان يروح النادي الاهلي، هو بيحقق نجاح للمكان ايضا بتواجد جمهور للنادي الاهلي لمتابعه مران الفريق او لمتابعه. النهارده انت بتقول ده ماتش بين فريقين النادي الاهلي، هو انا برضو عندي سؤال في الحته بتاعت مباراه النهارده دي، هي مش تقسيمه، هو مستر كولر اصرني يبقى فيها طابع شبه مباراه رسميه يعني او مباراه وديه، يبقى كل واحد لابس زي مختلف والفريقين متقسمين تقسيمه، دول معاهم الاحتياطي بتاعهم ودول معاهم الاحتياطي بتاعهم، مش كده؟ يعني خليني اقول لك يا عبد الرحمن ان المستر كولر فرض على المباراه الشكل الرسمي، يعني طاقم تحكيم من النمسا النهارده كان موجود بيدير هذه المباراه. يعني انت عارف ان الامر ممكن في عبد الرحمن، انت اكيد كلنا متعودين على هذه الامور، ممكن لو بتعمل تقسيمه ما بين اللاعبين ممكن بيبقى موجود حكم واحد من يعني واحد من الجهاز الفني او احد الاداريين، لكن مستر كولر حب يدي المباراه الشكل الرسمي والطابع الرسمي بالنسبه للاعبين، فطاقم تحكيم كان من النمسا بيدير هذه المباراه. ارتداء اللاعبين لكل فريق بالكامل الزي الرسمي للنادي الاهلي، يعني عايز اقول لك بالمناسبه عبد الرحمن احنا بنتكلم يعني في هذا الامر، عايز اقول لك يعني القميص الجديد بالنسبه للنادي الاهلي في منتهى الروعه سواء الرداء الاحمر او الرداء الاسود، اعتقد يعني احنا لما شفناه على ارض الواقع او شفناه في الملعب لا مختلف بشكل كبير جدا، يعني باين صراحه، باين فاروق في الصور وفي الحاجات دي باين تيشيرت شيك النادي الاهلي ولا لا لاعب النادي الاهلي. يعني يا عبد الرحمن فعلا يعني مستر كولر ادى يعني الطابع الرسمي لهذه المباراه. وبالمناسبه عبد الرحمن يعني انت بتتكلم على هذه الامور، عايز اطمنك لان كلام كتير جدا يا عبد الرحمن، يعني لو انت عندك امور يعني قبل ما اروح لملف بقى الكلام اللي بيقال على الاصابات والحاله الطبيه للاعب النادي الاهلي، لو في اي سؤال يتعلق باليوم النهارده او المباراه انا موجود معاك طبعا يا عبد الرحمن الاول. طيب قول لي المباراه النهارده اللي كانت واخده الشكل الرسمي دي بطقم حكام اجنبي بالكلام ده كله، مستر مارسيل كولر كان هو المدير الفني للفريقين، قول لي كده كان بيتم بيكاتشن ازاي للفريقين مع بعض او توجيهاته كان بيديها ازاي للفريقين مع بعض. يعني خليني اقول لك ان مستر كولر واقف في منتصف الملعب في الخط المنتصف بالظبط، طبعا هو يعني تعليمات طبعا لمحلل الاداء في النادي الاهلي ياسين المكاري وكرم يعني المتخصص في التحليل مع ياسين المكاري بتصوير المباراه بشكل معين بطريقه معينه. المستر كولر عايز يقف على بعض النقاط الفنيه الخاصه ببعض اللاعبين في جمل، يعني زي ما قلنا ان مستر كولر في الفتره اللي يعني اثناء التدريبات او طوال التدريبات الفريق بيحاول يشتغل على التنويع الهجومي وخط الهجوم، يعني النقطه الناحيه الهجوميه بيحاول يشتغل، يعني حتى عبد الرحمن النهارده في التدريب الصباحي بعد انتهاء المران طبعا انت عارف ان في انضم مؤخرا للطاقم الجهاز الفني للنادي الاهلي مطور الاداء، وانا بوضح باللفظ بالظبط عبد الرحمن مطور اداء ومكتشف المواهب كارلوس، وده بالمناسبه اللي من الاصل الارجنتيني ويعني بيحمل الجنسيه السويسريه، واحد من المدربين الاسماء الكبيره جدا في اوروبا، اشتغل مع بعض اللاعبين على النواحي التخصصيه شويه. النهارده بعد نهايه المران يعني تتكلم في نقاط بقى فنيه عبد الرحمن، بتشتغل على بعض اللاعبين اللي يعني بلغه الكوره اللاعب اللي بيلعب بالقدم اليسرى لا بشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، بطور مهاره ضربات الراس عند اللاعبين، بشتغل على اللعيبه الناشئين زي زعلوك زي كريم الديبيس رأفت خليل زي معتز محمد، اعتقد دي نقاط فنيه وامور تخصصيه شويه بيشتغل على مستر كولر. ده الامر اللي يعني اللي بنشوفه في المباراه، مستر كولر واقف على الخط بيتابع مع اللاعبين تعليماته لتوجيهاته لكلا الفريقين، الحماس اللي كان عند اللاعبين هو اللي كان بيطغى على هذه المباراه، زي ما قلت لك عبد الرحمن وباكد على هذا الامر، المنافسه السنه دي هتكون صعبه جدا في كل مراكز النادي الاهلي، يعني ودي حاجه تسعدنا طبعا وتسعد كل جمهور النادي الاهلي طبعا، لكن وانت بتتكلم على المنافسه اللي هتبقى صعبه جدا الروح اللي بين اللاعبين اعتقد يعني دي سر النادي الاهلي.
اوضه اللبس في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، والتعامل لما تشوف الكابتن محمد الشناوي وهو بيتعامل مع اصغر لاعب مثلا في المعسكر سواء زعلوك او معتز محمد، تشوف تقديره والاحترام، ويعني الحاجات دي فعلا يا عبد الرحمن بتبقى فخور وانت بتشوفها داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. طيب من وجودك في المعسكر عايز اعرف منك كده بقى الحاجات اللي احنا مش شايفينها، اللعيبه وقت الاكل، انسجام الشباب مع الكبار، كابتن خالد بيبو اللي هو الاضافه كبيره جدا للجهاز الفني اللي بيمارس عمله كمدير كوره، الحاجات دي شفنا مشاهد كتير جديده في المعسكر لحد دلوقتي، بنشوف تدخله في كل حاجه، ملاحظته لكل حاجه. عايزك كمان توصف لي الحاجات اللي احنا مش شايفينها، يعني احنا شفنا الانترفيو بتاعك مع دكتور تامر ابو العينين وهو بيوصف الاجهزه اللي موجوده والمعدات الطبيه اللي بيستخدموها والكلام ده كله، احنا مش شايفين الكلام ده للاسف طبعا، احنا الصور معانا من الملعب دايما، لكن عايزك انت توصف لي المعدات، عايزك تشوف لي الاماكن المعيشه بتاعت اللعيبه عامله ازاي، الاكل والتصرفات اللي بيتصرف في حاجات، في اماكن ترفيهيه اكيد للعيبه والحاجات دي، وصف لي كده المشهد كامل اللي احنا مش شايفينه. يعني خليني اخد من كلامك بالتحديد او بالتحديد وبخصوص الكابتن خالد بيبو اللي قايم بدور كبير جدا، يعني عبد الرحمن لو هنتكلم على تفاصيل المعسكر ده تم انجازه في وقت قصير جدا، فامر يحسب ليه مجلس اداره النادي الاهلي ويحسب ليه الكابتن خالد بيبو في كيفيه الامور وتنسيق الامور لهذا المعسكر. ايضا اختيار المكان اختيار موفق جدا، انت بتتكلم في منتجع عبد الرحمن واحد من افضل المنتجعات على مستوى قاره اوروبا، وبالتحديد زي ما قلت لك ان هو المكان المخصص لمنتخب النمسا، اكثر من فريق اوروبي، يعني اسماء كبيره جدا بتتكلم في ليفربول وفي ويست هام، كانت بتقيم مع منتخب كرواتيا قبل، بالمناسبه قبل كاس العالم بالبرازيل كان اقام معسكره هنا في هذا المكان. مكان عبد الرحمن بيحتوي على 5 ملاعب، 4 ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي، بتتكلم على اكثر من 30 حمام سباحه، غرف الساونا والجاكوزي، بتتكلم على المغطس، غرف ساونا هنا عبد الرحمن بالثلج، يعني انت بتتكلم على في درجات حراره او درجات عشان ريكفري طبعا جدا، فاعتقد دي مهمه جدا. بالنسبه للجهاز الطبي بالظبط، بتتكلم ان بالنسبه للجهاز الطبي ما بيحتاجش اي حاجه خالص، يعني انت مش محتاج تطلع خارج المكان، كل الاجهزه الطبيه الموجوده او اللي انت هتحتاجها او اللي غير كمان موجوده سواء يعني في القاهره او في اي مكان موجوده هنا. بالنسبه للاجهزه الجهاز الفني كل الامور اللي بيحتاجها موجوده ايضا. بالنسبه يعني بجانب التغذيه بقى، وبتتكلم على التغذيه، الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه عامل برنامج غذائي طبعا للاعبين سواء من ناحيه الماكولات او الاطعمه اللي بيتناولها اللاعبون او المشروبات، انت عارف ان الفريق راجع من فتره راحه، فبالتالي انت 21 يوم او 22 يوم انت فقدت الكثير جدا من المعادن خاصه بالتكوين الجسماني للاعبين، وبالتالي تم وضع برنامج تاهيلي او برنامج تغذيه مهم جدا في بعض الاغذيه او الماكولات اللي بتعوض هذا الامر. نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي كمان عبد الرحمن مختلفه، يعني نوعيه الميه بتتكلم في بتحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي بتعمل يعني الاستشفاء ويعني بتعوض اللاعبين طبعا عن الفقد كتير جدا من الاملاح، والمأكولات عبد الرحمن والمشروبات بتزود المناعة طبعا عند اللاعبين، فبالتالي يعني دي الأمور المهمة جدا اللي احنا بنتكلم فيها. لو بتتكلم بقى عبد الرحمن على الجانب الترفيه، زي ما قلنا ان في بعض طبعا انت عارف المعسكر بيبقى مرحله من مراحل الصفاء الذهني بالنسبه للاعبين، ولازم يكون طبعا في جانب ترفيهي. خليني اقول لك ان في طبعا بطوله للبلاي ستيشن ما بين اللاعبين، حتى الان المرشح الاقوى لهذه البطوله طاهر محمد طاهر طبعا لعبته خرج الكابتن رامي ربيعه بعد ما فاز عليه 5-0 فاز عليه 5-0، عايز اقول لك انه بيلعب بالمان سيتي بطريقه يعني ممتعه جدا. ايضا يعني كريستو خرج تيتسيان اندويا مخطط الاحمال، بنشوف يعني الروح عمرو السوليه، يعني كابتن عمرو السوليه طبعا خرج محمد فخري بعد ما فاز عليه 4-1، دي بيبقى الجزء الخاص بالجانب الترفيهي في البلاي ستيشن. بيبقى في بعض الالعاب الاخرى بقى، وانت زي ما شفت من خلال قناه النادي الاهلي او من خلال منصات الاهلي الاعلاميه، التحديات بتتعامل ما بين اللاعبين، شفنا التحدي يعني اللي كان ما بين مروان عطيه وقفشه وامام عاشور وكهربا، اعتقد دي امور ترفيهيه جدا بتبقى محتاجه طبعا في المعسكر. ضروري جدا طبعا وجود مرح في الحاجات اللي زي دي. شكرا طبعا فاروق صلاح على المجهود الرائع منك ومن كل فريق عمل قناه النادي الاهلي، حاجه بصراحه يعني برافو عليك. انا عايز اختم معاك. اتفضل فاروق.
عايز يعني برضو احنا بنتكلم وانا بختم معاك يا عبد الرحمن، هطمنك على نقطه مهمه جدا يا عبد الرحمن خاصه ب يعني في كلام كتير طبعا اثير على المواقع السوشيال ميديا وبعض يعني الزملاء بخصوص اصابات اللاعبين. خلينا احسم لك هذا الامر، ان طبعا يعني بالامس كان عرض اللاعب اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور على الكريستيان فينك الطبيب النمساوي اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي بالنسبه لي اكرم توفيق وكريم فؤاد. وخليني اكد لك وابشر كل جماهير النادي الاهلي وافرح كل الجماهير ان يعني المستر فينك او الطبيب فينك خلاص يعني سمح للاعبين، قال لك خلاص. هو كان طبعا انت بتعمل يعني ايه فحص اخير لمدى جاهزيه اللاعبين طبعا للمشاركه في الالتحامات والمباريات بشكل رسمي. خليني اقول لك النهارده يعني كان التواصل مع الطبيب النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي دكتور تامر ابو العينين، طمنه خلاص ان الامر اصبح دلوقتي اللعيبه تشارك في التدريبات بصوره كامله جدا سواء امام عاشور يعني لو جاهزين يعني اللي بتكلم لو في مباراه جاهزين ان شاء الله. لكن يعني دي من الامور اللي طبعا اللي كانت تهم جمهور النادي الاهلي ان هو يطمن على اللاعبين. الكلام اللي انا بقول لك عليه الكلام اللي بيتقال ده اصابه، ما فيش الكلام ده، الكلام ده غير صحيح بالمره. جاهزيه اللاعبين، اللاعب يعني اللي بتقول عليه اللي هو في فتره اصابه طبعا هو اللاعب كابتن عمرو السوليه، وزي ما قال لنا الدكتور تامر ابو العينين هو في مرحله التاهيل ماشي في مراحل التاهيل الخاصه بعمرو السوليه. لكن بطمنك اكرم توفيق كريم فؤاد امام عاشور من الناحيه الطبيه الامر بالنسبه لهم انتهى خلاص جاهزين، يتبقى طبعا مدى جاهزيتهم من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه، والامور دي طبعا بتخضع للرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر. تغطيه وافيه جدا يا فاروق، وانت اكدت لنا كمان المعلومات اللي احنا وصلت لنا من عندكم. برافو طبعا فريق قناه النادي الاهلي بالكامل، الحقيقه يعني بيقوموا بمجهود كبير جدا 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 في كل سفريه للنادي الاهلي، وده دور قناه النادي الاهلي دايما ملازمه لفرق النادي الاهلي كلها مش الكوره بس، ده من ضمن ادوار قناه النادي الاهلي الحقيقه. يعني معسكر مهم جدا لفريق النادي الاهلي. الجزء الترفيهي ده خلي بالكم يا جماعه ده شيء مهم جدا جدا، ان اللعيبه تفصل من جو التمرين او بعد التمرين يبقى فيه جو من المرح بينهم وبين بعض، ده شيء نفسي كويس جدا للعيبه.